بمناسبة يوم الفن الإيطالي المعاصر في دورته 15، أطلقت السفارة الإيطالية بعمان مشروعاً فنياً بعنوان زيارة. واشتمل المشروع الذي أقيم في دارة الفنون بجبل الويبدة على إقامة فعاليات فنية، بحيث يكون نقطة بداية لمشاريع أخرى قادمة تهدف إلى تعزيز وتقديم الفن المعاصر في الأردن بالاشتراك مع فنانين أردنيين. ويتمحور المشروع حول إبراز احتياجات الحياة اليومية في الأردن في ظل الأحوال الاقتصادية السائدة. فعالية اليوم مهمة للغاية، أننا نقيم هذا المشروع من الفن المعاصر في عمان بالتعاون مع دارة الفنون. إنه مشروع نفتتحه بمناسبة يوم الفن الإيطالي المعاصر في العالم الذي نحتفل به اليوم في جميع أنحاء العالم. إنه مشروع جميل للغاية، لأننا قمنا بدعوة 3 فنانين مختلفين عن بعضهم البعض، لقد كان لدينا أداء رقص بالإضافة إلى فنانين بصريين وتعاون مثمر مع دارة الفنون، والتي ستكون بالتأكيد نقطة البداية لمشروعات أخرى، لأننا كإيطاليا نعتزم تقديم وتعزيز الفن المعاصر في هذا البلد بالاشتراك مع فنانين أردنيين. نتأمل خيرا في السنوات القادمة وسنواصل هذا التعاون الجميل. معرض زيارة هو معرض بتقيمه السفارة الإيطالية ووزارة الخارجية الإيطالية بمناسبة الذكرى 15 للاحتفال بالفن المعاصر الإيطالي، وتأتي استضافة دارة الفنون مؤسسة خالد شومان لهذا المعرض لتعاونها مع السفارة الإيطالية في عمان، وفي نفس الوقت من رسالة دارة الفنون اللي هي التواصل مع المؤسسات الفنية ومع الفنانين في العالم والترويج للفن العربي المعاصر.